كل من زارها أو عاش فيها كان هذا هو لسان حاله. إنها الشارقة التي ارتدت ثوباً ثقافياً حمل العديد من المعاني والدلالات العميقة التي تجلت بوضوح في اهتمامها اللافت بزينتها التي حاكتها طرازاً إسلامي السحنة محلي الصنع والملامح، أكسبها شخصية لا يمكن أن يتم وصفها إلا بالشارقة. الحضارات القديمة بشكل رئيسي ممكن نقول أن الحضارات الموجودة بشكل كبير ممكن نرجع إلى الألف السادس قبل الميلاد في دولة الإمارات، ما يسمى بحضارة العبيد، والعبيد نسبة إلى تل العبيد في جنوب العراق. العادة الآثاريين طبعا كثير من هالحضارات ما لها مسميات، يعني مثلا الفراعنة الآشوريين السومريين لهم أسماء، لكن كثير من الحضارات اللي عندنا مثلا العبيد مثل أم النار، فأول موقع يكتشفون يسمون الحضارة باسمه. فعندنا مثلا حضارة أم النار نسبة إلى جزيرة أم النار في أبو ظبي. حضارة العبيد في مناطق كثيرة في دولة الإمارات اكتشفوا، في إمارة الشارقة، في دبي، في أبو ظبي، موجودة طبعا مواقع قديمة جدا وأثرية وبسيطة جدا. في القرنين 17 و18 عاشت الحضارة الإسلامية نشوة الازدهار والانكماش، فالفتوحات الإسلامية التي غطت مساحات كبيرة من الكرة الأرضية بدأت في الانحسار بفعل الكثير من العوامل التي أتت على رأسها الحرب الصليبية، فقد فقد المسلمون الأندلس وغيرها من المناطق الأخرى، وعاشت العمارة الإسلامية فترة من الركود انشغلت فيها الشعوب بالحروب عن مواصلة التفنن في العمران الذي أحال العديد من المدن إلى لوحات معمارية تميزت بالتطور والتجدد يوماً بعد يوم، ولم تسلم الشارقة تماماً من ذات الطوفان. ما عانت منه المنطقة من خاصة في الحربين العالمية الأولى والثانية أنهك الاقتصاد وأنهك كثير من يعني أنهك الشعب نفسه، وكان هناك انحدار في الحقيقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، لكن لم يكن ذلك موجودا حتى مطلع القرن 19. بالعكس، المنطقة كانت امتداد وكانت مزدهرة، وكثير من الكتاب والرحالة ذكروا أشياء مفرحة في الحقيقة. في نهايات القرن العشرين شهدت هذه المنطقة التي كانت تضم دويلات صغيرة متفرقة على ساحل الخليج العربي ميلاداً جديداً، فقد تمكن القائد التاريخي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي كان يحكم إمارة أبو ظبي من إقناع حكام الإمارات الأخرى بالاتحاد في دولة واحدة، اتفقوا على تسميتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أصبحت فيما بعد أفضل نموذج حضاري ومعماري في العصر الحديث. هنا في إمارة الشارقة التي شهدت حضوراً حضارياً لافتاً في مختلف عصور الإنسانية وشكلت واحدة من حبات عقد الاتحاد، كان التاريخ على موعد مع بداية تحرك قاطرة العمارة الإسلامية المنظمة بعد وقفة طويلة. فها هو ذا الشيخ سلطان ابن محمد القاسمي الذي تولى حكم الشارقة في عام 1972 للميلاد، وبفضل شغفه الشديد بالتاريخ خاصة الإسلامية منه يبدأ المشوار. بعد تكوين ودراسة الدكتور سلطان اللي هي دراسة في التاريخ، إذن عندك مرجعية تاريخية تضبط الطرازات المعمارية عبر طبيعة الحال، يعني عبر دراسة
والبعد هذا المجالي فيما يخص التعاطي أو 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 إدراك المناظر الخضراء أو المناظر العمرانية. مثلما هنا في أشهر المعالم التاريخية القديمة كالمسجد الأزرق في تركيا أو قصر الحمراء في غرناطة الأندلس بإسبانيا أو قبة الصخرة في فلسطين وغيرها من المعالم المختلفة، برزت العمارة الإسلامية الشهيرة بنقوشها وخبابها وأعمدتها وزخارفها وخطوطها ومنمنماتها وغيرها من مفردات وأدوات الإبداع المعمارية في كل ناحية بهذه الإمارة التي ارتدت حلة إسلامية الطراز وتميزت في الشكل والأسلوب. العمارة الإسلامية أو العمارة عموماً في الشارقة اللي هي على طرز العمارة الإسلامية عمارة دقيقة جداً ومتناهية، وهو ما ميز العمارة الإسلامية عبر التاريخ كله. عبر التاريخ كله وجدنا بأن العمارة من خصائصها الدقة. الأمر الثاني وهو استخدامها للأساليب الحديثة. الأمر الآخر أيضا أنها وظيفية، يعني أن العمارة في الشارقة عمارة وظيفية، بمعنى أنه عبر التاريخ لا توجد شيء اسمه العمارة الدينية فقط. العمارة الإسلامية بكل عناصرها، العناصر الزخرفية والعناصر البنائية فيها، الأقواس والقباب والمقرنصات والزجاج المعشق والخشب المحفور، وهذه العناصر كلها موجودة في الشارقة في جميع الأبنية والعمائر، يعني لا يوجد شيء اسمه العمارة الدينية فقط. وكما في كليلة ودمنا بجوها الذي يعيشه القارئ فيما احتوته من القصص والحكايا، وكما هنا في قصر الحمراء، هذه الدرة المعمارية الخلابة بمختلف تفاصيلها التي تغرينا باكتشاف المزيد من عوالم الجمال كلما زرناه، وهذه البصمات التي تروي واقع التطور الكبير الذي عاشه أسلافنا الذين كانوا يحكمون الأندلس من هذا المكان الرائع التفاصيل، والذي استوحوا من نقوشه وآياته وزخارفه إلهاماً أمدهم بقوة فكر أنتجت أمكنة عديدة تجلت فيها إبداعات الرؤى المتقدمة التي مكنت بنيانهم برغم مرور الزمن من أن يقف شامخاً ومؤكداً وجوده بقوة بعدما تفوق في تسارع الأقدام إليه على أبراج ناطحات السحاب. وهذا المبنى الرائع البديع الذي يشابه قصر الحمراء في روعته يلوح أمامنا هنا في مدينة الشارقة، وكما في الخيال والأحلام نجد أنفسنا في واقع من الروعة المدهشة حينما ندلف إلى هذا المكان الإسلامي الطرازي والنكهة. قصر الحمراء الموجود في الأندلس هذا تحفة معمارية إسلامية بحتة يفتخر فيها المسلم بعظمة البناء وفن الزخارف والمبنى الموجود فيها. لما دخلنا شفنا القصر، قصر الواحد يتحسف على الماضي ويشوف الفن هذا من وين، اللي سبحان الله العلماء اللي جو وعملوا هذا المبنى هذا اللي تحفة معمارية في هذاك الوقت. لو قارناها بالمباني الموجودة نحن عندنا في إمارة الشارقة الحبيبة نجدها قريبة. لو أخذنا شيء معين مثل كتابة الآيات القرآنية الموجودة على الجدران الداخلية والخارجية نجدها نفس الشيء. القصر الحمراء موجود في مداخله ومخارجه ومداخله في بعض الآيات القرآنية الموجودة في مداخله وفي زواياه. نفس الشيء نجد هنا المساجد عندنا في إمارة الشارقة غنية بهذه الكتابات القرآنية والأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الترابط بينهم. إذا
إنها قصباء الشارقة الرائعة التي احتوت مبنيين فصل بينهما هذا المجرى المائي الذي زادهما ألقا وبريقا. هنا في قناة القصباء بالشارقة وجدت الأسر المقيمة والزائرة متنفسا ترويحيا ضم العديد من اللوحات الجمالية الحاوية على مهارات فنية، كهذه المجسمات التي تستقبلك بالترحيب لتقودك إلى الداخل، حيث الألعاب العصرية الحديثة تمنح الأطفال متعة مشوبة بالمغامرة. تتوسطها هذه الدائرة المعلقة التي تمكنك من رؤية مدينة الشارقة من مختلف الاتجاهات، وهذه العين المميزة المطلة على المبنيين اللذين تفردا بهذا الشكل الأريحي المزدان بهذه النقوش المحتوية على العديد من الأماكن الخدمية، ما مكن الأسر من قضاء أطول فترة ممكنة للاستمتاع بهذا الشكل المعماري الإسلامي الخلاب. القصباء هي الوجهة السياحية التراثية الجميلة التي تقع في قلب الشارقة، تميزت أقواسها الجميلة المستمدة من الطراز الأندلسي عموما ومن تصميم الأقواس والأعمدة الموجودة في مسجد قرطبة. استخدمت فيها لوحات جدارية جميلة جدا صنعت من البلاط القيشاتي. هذه الوجهة الحضارية الثقافية الجميلة جمعت ما بين الشكل التراث الإسلامي وجمعت ما بين الثقافة والترفيه، حيث يوجد فيها العديد من المعارض الثقافية ومعارض الفنون، بالإضافة للوسائل الترفيهية، بالإضافة للمناظر الجميلة التي تربط هذه العمارة بالماء أو بالبحر القريب منها، مما يعطيها جمال أخاذ وساحر، وقد سميت بفالنسيا الشارقة. الحداثة المعمارية لم تقف متفرجة، ولكنها أكدت حضورها الرائع بالقرب من العمارة الإسلامية الهوية الشارقية الطراز، التي تمكنت رغم علو بعض أبراج العمارة الحديثة الشاهق وتناسلها هنا وهناك في أرجاء المكان أن تطغى وتنتزع شرف هويته. فالعمارة الإسلامية كالدين الذي حملت منه الاسم لا تعرف الإقصاء، ولكنها تجيد التعايش مع الآخر وتجيد أيضاً خاصية العطاء اللامحدود للآخر. تعتبر القصباء فينيسيا الشارقة وتصميمها فريد، تصميم إسلامي، مبانيها ذات استخدام ترفيهي، دمجت بين الأصالة والحداثة، بالإضافة إلى القناة التي تجمل هذه الصورة، صورة المباني، صورة المباني الإسلامية في هذه الوجهة السياحية. شعراء ومبدعون كثر تعودوا المجيء من مختلف دول العالم الإسلامي، سكبوا رائع الشعر الوصفي المأخوذ بجمالية هذا المكان كغيره من أمكنة هذه البقعة المتفردة، مؤكدين أن التاريخ العربي والإسلامي يرتبط في تدوينه ارتباطاً وثيقاً بالشعر والأدب، لأنهما يشكلان الأدوات الأولى لحفظ الكثير من جوانب المسيرة التاريخية للعرب. رأى الأدب العربي
منذ القديم العمارات والقصور والمباني والمظاهر الكونية والطبيعية والحياتية بنظرة جمالية تزيد أو تزيد الجمال على الجمال، وتغنى الشعراء والأدباء بتلك المباني والعمارات والمساجد والآثار والمتاحف، وأشاد بها وأضفى عليها من غلالة نفسه وأحاسيسه المشاعر الجميلة، فألبسها حلة قشيبة من التصوير البياني الفني الجمالي. الأعمدة في إمارة الشارقة شكلت محوراً أساسياً من محاور ازدهار التطور العمراني بشكله الذي استحوذ على خصوصية هذا المكان. وهنا في قناة القصباء اتخذت الأعمدة أشكالاً مميزة مثلها مثل العديد من المواقع المعمارية الأخرى التي اشتهرت بأشكال تشابه بعضها وتميز بعض عن الآخر. فهنا في مبنى المجلس الاستشاري بالشارقة تتخذ الأعمدة شكلاً مميزاً تناسب مع هذه التحفة المعمارية ليزيدها جمالاً على جمالها. أما هنا في هذا المبنى الذي احتوى غرفة تجارة وصناعة الشارقة فتتخذ الأعمدة شكلاً مغايراً تماماً، بينما نراها تتتابع بكثافة جمالية مذهلة هنا في مبنى مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة. وهكذا هو الحال في كل تحفة من تحف الشارقة المعمارية الإسلامية الطراز، والتي تم تسخير معظمها لخدمات الزائرين والمقيمين على السواء. وبالنسبة لربط المؤسسات الخدمية والهيئات المحلية والدوائر بالعمارة الإسلامية في الشارقة لم يأتي من فراغ. فنأخذ على سبيل المثال دار القضاء، نأخذ دائرة الماء والكهرباء وأشياء كثيرة، وقصر الثقافة ومسجد أحمد بن حنبل والعديد من المساجد، مسجد كل هذه تؤدي خدمات، هذه دائرة الموانئ والجمارك تؤدي خدمات. عندما تركز إمارة الشارقة على أن يكون هذا المبنى مرتبط ارتباط وثيق بالحضارة الإسلامية من ناحية الهندسة المعمارية، من ناحية الممرات، من ناحية البوابات الرئيسية، من ناحية الطرقات، من ناحية حتى رفوف المكتبات، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن إمارة الشارقة تقول للمراجع في هذه المؤسسات تذكر أنك ضمن أطر الحضارة الإسلامية، ولا يحافظ على أطر الحضارة الإسلامية إلا قليل من المدن وحتى الدول العربية والإسلامية. ونعتز ونفتخر كمواطنين ووافدين بأن إمارة الشارقة هي الملاذ للحفاظ على سمة الإسلام وروح العصر مجسداً بحلي إسلامية راقية. فالأعمدة في عمارة الشارقة لم تكن مجرد حمالات للمباني، ولكنها بجانب هذا الدور لبست حللاً جمالية مذهلة لعبت الكثير في إضفاء الراحة النفسية على مرتادي تلك الأمكنة. فهي في تضلعات وتقوسات ومربعات ودوائر ومستطيلات قواعدها ترسم لوحات مختلفة التصاميم والأبعاد، وتنتهي رؤوسها بأشكال جمالية أخاذة تزيد المكان بهاء على بهائه.
هو من هذه الجماليات الإسلامية الموجودة في هذه المباني التي تنحدر من تحت أروقة ونوافذ هذه العمارات الإسلامية الجميلة ومن سر جمال وقوة الأعمدة فيها جعلني أقوم بعملية حسابية بسيطة لواجهة الجامعة الأمريكية كمبنى في مبنى الإدارة ومبنى الإدارة لجامعة الشارقة، حيث تم تحقيق النسبة الذهبية بشكل تقريبي لهذين الواجهتين، والنسبة الذهبية موجودة في الكون هي كنسبة كمقياس لجمال الأشياء في الكون. هذه الأمكنة المعمارية الإسلامية الخلابة التي تم تخصيصها للخدمات لم تكن مجرد شكل يبهج العين رؤيته فحسب، ولكنها جاءت بجهود مضنية ودراسات دقيقة راعت كل الشروط العصرية التي لم تخل بميزان العراقة أو تفسد الطرز المعمارية الإسلامية التي قامت عليها. ففي كل جزء من أجزاء المبنى الواحد كانت المعايير والأبعاد المختلفة تستحوذ على أولويات التخطيط. فالقباب على سبيل المثال روعي فيها الكثير المميز، خاصة فن الخط العربي الذي اعتاد على الدخول ضمن زينتها الداخلية مثلما دخل في مختلف تفاصيل العمارة. كل الحقب كان يكون في واجهات المساجد، وكان يكون في القباب من الداخل كخطوط خط السلس والتوريق في الخط الكوفي وهكذا. لذلك الخط الكوفي عرف بتزيينه للمساجد ومنذ عهود طويلة، والآن ربما يكون هناك طرق أخرى الآن مستحدثة تضيف من جمالية العمارة الإسلامية. الأعمدة في الممرات المختلفة لمختلف مباني الشارقة تتخذ أشكالاً هندسية مختلفة، فهي تتراصص على هيئات مستقيمة كما في هذه الممرات، وتتناثر في أشكال هندسية مختلفة كما في المساجد ودور العبادة، بينما تتباعد في أشكال جمالية متقنة في الدوائر الخدمية التي تكتظ بحركة المراجعين المستفيدين من خدماتها، والذين يحسون بالسكون العميق الحالم بسبب الرؤية البصرية التي مزجت الماضي بالحاضر والأصالة بالمعاصرة. فمثلما انتهى الإنسان هذه الأرض من مختلف صور الحداثة، فإن الأصالة بكل أشكالها تمثل جزءاً لا يتجزأ من مسيرته الحياتية. وتمثل الخطوط جانباً حيوياً آخر من جوانب الديكور الداخلي والخارجي لعمارة الشارقة الإسلامية، بما حوته من إمكانيات جمالية وتجميلية رائعة. إذن فنحن أمام فن قائم بذاته، فن إبداعي يضيف للتصميم تصميم العمائر أو العمارة الإسلامية بعداً جمالياً، بالإضافة إلى التصميمات المتفردة التي نراها في القباب وفي الأقواس وفي المد في المآذن عبر الحقب التي مر بها الفن المعماري الإسلامي. الخطوط في عمارة الشارقة ليست بدعة، ولكنها ركن أساسي لازم العمارة الإسلامية منذ نشأتها. فقد ظلت الخطوط بأثوابها المختلفة تتزين لتزين بزينتها
مختلف مفاصل العمارة الإسلامية، فها هي ذي الخطوط المختلفة تنداح حسناً بمختلف مساجد الشارقة، تكسب الديكور الداخلية حيوية وبهاء. وها هي ذي تتجلى في الدوائر المختلفة وتنتشر على مختلف المباني من أسواق وبيوت ومكاتب وفي كل مكان. وللخطوط في العمارة الإسلامية قواعد وآداب ومقتضيات. المباني الشاخصة بالشارقة ظهورها ووجودها ظهر معها أيضا جانب آخر من الفن، هو فن الخط والزخرفة والتلوين. فظهروا عندنا كذلك خطاطين ممتازين، رغم أنه المباني التراثية تخلو من الخط العربي أو الحرف العربي لظروفهم، وإنما كانت زخارفهم بسيطة سواء كان بالمساجد أو البيوت أو القصور والأسواق. فظهرت عندنا بعض الحرف اللي تنسجم أيضا مع التراث العربي كالخط والرسم والخزف اللي هو الفخار اللي المزجج. ويتفنن الخطاطون والتشكيليون خاصة المتخصصين في مجالات الخط لتنداح أمامنا جملة من الخطوط التي تمت بها كتابة اللغة العربية المستخدمة في عمارة الشارقة الإسلامية. من الملاحظ والملفت أن الخطوط العربية هي الطاغية الآن في المساجد، نراها في مسجد النور في الشارقة ومسجد المغفرة ومسجد الصحابة. هذه الخطوط خطوط من خط الثلث، وخط الثلث هو أكثر الخطوط ملائمة في الزخرف وفي الآيات القرآنية في صحن المسجد، تكسب هذا المسجد بعدا آخر من جمالية وروعة الفن المعماري الإسلامي. ويأتي السياح من كل مكان لمشاهدة هذه التحف المعمارية الخلابة التي جاءت منتجاً إماراتياً خالصاً وبتوقيع شارقي واضح، فهم هنا يستمتعون بهذه المباني التي جعلت أصابعهم دائمة الضغط على أزرار التصوير في كاميراتهم التي حملوها خصيصاً لتوثيق ذكرياتهم الخالدة في أمكنة قطعوا البحور والمحيطات للوصول إليها. فالسائح خاصة المتذوق تجتذبه دائما الأمكنة المتفردة التي تحمل خصائص تميزها عن غيرها، وهو شرط وفرته الشارقة في شخصيتها وملامحها، بل وفي كل مفرداتها وتفاصيلها المدروسة بعناية فائقة. الشوارع في هذه الإمارة الباسمة لم تخلو هي الأخرى من تأكيد الملامح، ففي مسمياتها ما يؤكد شخصية هذه الإمارة التي استحقت قناعة وقرار هيئة الإسسكو للثقافة والتراث التابعة لجامعة الدول العربية باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية في أقل من عقد، على اختيارها عاصمة للثقافة العربية ضاربة بذلك الرقم القياسي لعدد السنوات بين اللقبين. كان من نصيب إمارة الشارقة أن تكون في عام 2014 عاصمة الثقافة الإسلامية، وهذه الحقيقة هي بشرى جميلة جدا كانت لنا نحن كمكتب إقليمي للمنظمة الإسلامية بالشارقة، والذي يحظى الحقيقة بدعم مستمر
واهتمام متزايد من قبل صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي، وهو اهتمام أساساً بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة باعتبارها منظمة تعمل في إطار العالم الإسلامي. ومكانة هذه المنظمة بشكل عام والمكتب الإقليمي بشكل خاص في يعني ضمن اهتمامات صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي جعل من هذه البشرة شبه احتفالية في نفوسنا. العمارة المحلية التي تم مزج مفرداتها بمفردات العمارة الإسلامية في الشارقة تحمل ذات الجينات والشروط التي ميزت بينها المواقع الجغرافية بطبيعتها المتباينة، غير أن السمات الأساسية من تقسيمات داخلية وبطريقة فطرية أدركت كل شروط الطقس والطبيعة وتعاقب الفصول ومزاياها. تخطيط المدينة، البنائين القدامى والمعماريين كان عندهم أيضا فكر بعيد جدا، بحيث البيوت في الغالب متجهة إلى البحر لأن عندنا نسيم البر ونسيم البحر. كثير من البيوت هذا يكون فيها فناء، الفناء هذا طبعا يساعد على حركة الهواء، الهواء الحار يرتفع والهواء البارد يدخل، فدائما في حركة. الفناء طبعا بعض الناس يقولوا هذه عمارة إسلامية، ولكن لاحظها في العمارة الرومانية والعمارة الإغريقية أيضا الفناءات موجودة، لأنها عبارة عن حركة وتحريك طبيعي للهواء نفسه. وبكامل الوعي بعادات المجتمع وتقاليده تم تصميم البيوت الإسلامية في كل مكان كما هنا في إمارة الشارقة. أود الإشارة إلى العناصر الأساسية للمباني الإسلامية، فهي تتميز بوجود الجدران التي تتيح الخصوصية المطلقة وتمنح الساكنين بها قدرا أكبر من الحرية، لأنها بالضرورة تتوافق مع طبيعة المجتمعات الإسلامية المحافظة. هناك مساحات هامة للتهوية، والعمارة المحلية في الشارقة تشبه العمارة الإسلامية المحلية من حيث التكوين والممرات والتهوية وغيرها، لكنها طورت باهتمام السلطات والناس بها، ودخلت حتى في تكوينها العمارة الحديثة بطريقة أو بأخرى. لكن الأهم في العمارة المحلية أنها تعطي الخصوصية وتحمي القاطنين من مشاهدتهم من قبل الغرباء. كل بناء معماري إسلامي هنا في الشارقة اهتم بأدق تفاصيل العمارة الإسلامية ومدلولاتها وأبعادها الفلسفية والهندسية والدلالية والجمالية، فالفراغ والتكوين والألوان الجمالية وغيرها من مصطلحات العمارة تتجسد بقمة تجلياتها الإبداعية هنا في هذه الدرر المعمارية البهيجة. استخدم المعمار الإسلامي القديم أساسيات كثيرة في عوامل الأمان للعمارة الإسلامية، ومن هذه العوامل هي مثلا الأساسات العميقة التي تم تصميمها للعمارة الإسلامية، حيث كانت تشكل ارتفاع يشكل الأساس ما يعادل ارتفاع المبنى تحت الأرض، وهو عامل قوي لضمان ثبات المبنى على مرور الزمن ويعطي المبنى الإسلامي عمر افتراضي أطول. عبر هذه الخلقة العمرانية المتقنة بات كل مبنى هنا في الشارقة يذكرنا بالماضي، فها هي ذي الدولة العثمانية ممثلة بمعمارها في بعض الأبنية، بينما الحضارات الفاطمية والعباسية والأموية وغيرها من عصور الازدهار الإسلامي ممثلة بطروزها المختلفة التي امتزجت بعمارة هذا المكان وعجنت بها كل الطرز المعمارية الإسلامية
في عجينة شارقية واحدة، جعلت من هذه الأبنية حواضر ماض روى تاريخه الكثير من قصة تشكيل وجدان إعجاب المسلمين جميعا. ما نلاحظه في العمارة الإسلامية في الشارقة هو التنوع في الطرز بشكل متميز. طبعا هذا التنوع هو كون شخصية متميزة ومختلفة في مدينة الشارقة عن باقي العمارة أو الطرز في المدن الإسلامية. الأبنية الإسلامية الطراز لم تتكدس في الشارقة العاصمة وحدها، ولكن أرجاء الإمارة المختلفة احتضنت في كل اتجاهاتها طرزاً معمارية مميزة، جعلت الشارقة بمجملها كإمارة واحدة من الأمكنة العالمية النادرة التي تتسم في كل بقاعها بمشهد معماري موحد ومتشابه التكوين في مختلف الرؤية البصرية للأشكال. أرى أحياناً سلسلة من البنايات المعمارية مترابطة كأنها العقد الفريد. هذا الترابط وهذا التماهي يعطي للمكان وللعمارة العمارات هذه المترابطة يعطيها جمالية، يضفي على جماليتها جمالية أخرى. وبجانب تقديمها الخدمات الحياتية المختلفة، ظل العديد من أبنية الشارقة المميزة الطراز تقدم خدماتها الثقافية والتثقيفية والخاصة بالحراك المجتمعي وخدمة النهضة وبناء الإنسان. فقصر الثقافة يحتضن أيام الشارقة المسرحية وعدداً آخر من الأنشطة الدورية التي تهتم بخدمة المجتمع، وتحتضن هذه الأمكنة مهرجان أضواء الشارقة الذي يحيل الإمارة إلى حورية تسبح في مختلف الأضواء وتلبس ثياب مختلف المدن في متعة بصرية قل أن نجدها في مكان آخر من العالم. بينما تحوي هذه القصباء الرائعة المتنوعة كأي مبنى من مباني الشارقة الخدمية قصة بناء مجتمعي كبير في تاريخ النهضة التي عمت هذه الإمارة الباسمة. وفي كل مكان من شارقة الثقافة الإسلامية تدهشنا التفاصيل، فها هي ذي قبة دار القضاء الضخمة التي علت المبنى وبانت رائعة بالنهار وأشد روعة حينما تغيب عنها الشمس ويدثرها الليل بردائه، فتقهر الظلمة بهذه الإضاءة الرائعة التي تؤانس خطوط ونقوش ومفردات المبنى، وتمتد الروعة إلى هذه النوافير الحالمة بالقصباء معانقة سحر المدينة بميادينها الرائعة التي توسطتها أنصاب حملت الكثير من الدلالات البنائية والتاريخية، كهذه السفينة الرابضة على دوار الكويت تذكرنا بماضي المنطقة، أو الساعة التي توسطت هذا الميدان الواقع في المكان الحيوي في المدينة مؤكدة قيمة الوقت، وهذه الدلة التي جسدت الأصالة والخصوصية تقف نصبا توسط هذا الميدان بشارع العقد الفريد في دبا، وتطالعنا المباني بنقوشها وقبابها وأقواسها ومنمنماتها وخطوطها وكافة مفرداتها الجمالية تقود معها كل أحاسيسنا نحو حالة جسدتها عبارة واحدة: ابتسم أنت في الشارقة.